البهلولية إلى جانب بعد ما هو يم حياة. واسمعوا هاي القصة الأخرى اللي أنا أكررها في كل مكان وأذكر أسامي فيها، ليش؟ حتى يروحون يسألوني إذا أنا كنت. إحنا ذيك السنة رايحين في الأربعين لزيارة الأربعين، مرينا على نحاول نزور الشيخ سيد أحمد الصافي النجفي، سيد أحمد الصافي مدير أمين العتبة العباسية، ما حضينا اللقاء بس استقبلنا خوش استقبال السيد عدنان الأسدي مدير العلاقات في العالم، واحتفى بي الرجل. فالشباب اللي هو وياي شافوني كلش، هذا السيد عدنان احتفى بي، قال ما خوش فرصة، قالوا سيدنا ما تقول للسيد عدنان يعطينا شوية من مياه العنقبي. طبعا ذيك الأيام كانت هذه المياه الجوفية حول القبر الشريف عند الناس، هاي مياه العنقبي وصايرة فد. واحنا حقيقة الواعين نتحارش بكل شيء إلا بابو الفضل العباس ما نقدر نتحارش بعد، أما نخاف أبو راس الحار يبلش بينا. فما كنا نقول يا ترى هاي المياه الجوفية، المياه الجوفية مرتفعة في كربلاء وصايرة مثل حول القار وبكل مكان موجودة، حتى بسرداب بيت جدي بكربلاء هم اكو مياه هذه المياه، ما كنا نقول نستحي نخاف يعني. وإذا بالسيد أنا قلت للسيد عدنان سيدنا بلكت شوي من مياه العلقمي، ما شو للسيد عدنان نهرني سيد أبو حسن أنت تقول هيجي؟ قلت ما شاء الله شنو اللي صار؟ قال قبل أسبوعين إحنا رايحين يم السيد السستاني حفظه الله، وعندما إحنا الستاف جهاز الخدمة في العتبة العباسية عندما جلسنا أول ما ابتدأ لنا قال لماذا تخدع زوار أبي الفضل العباس؟ فبدل أن يذهبوا إلى أبي الفضل يذهبون إلى هذه المياه. قمنا ما نروح القيم أبي الفضل العباس، وين نروح؟ ندور المال أحسن من هالضد النوعي أكو؟ أحسن من هالطريقة لسحب الوعي من الساحة أكو؟ أبو الفضل العباس يؤثر إذا كان مياه يشفي المريض، لو أبو العباس أبو الفضل العباس يغير معادلة دولية، إذا كانت عبادته والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. يا هو اللي يصنع التاريخ، قوله لو ماية. فقال لهم قال والله لو كان في ذلك مصلحة للشيعة، لو كان في ذلك مصلحة للشيعة لحفرت أنا بئرا عند أمير المؤمنين ووقفت وزع الماء بنفسي. صور السيد السيستاني يحفر لبير ويوزع هو الماء، شقد البشرية تجي والناس بعد المرجع جاي يوزع ماء وناخذ، يتغير بحالنا شيء بهذا الماء؟ يتغير بشي بحال هذا الماء؟ الوعي الآن في خطر يستنجدكم، وهذا معنى هل من ناصر مو فقط في زمن الحسين، هل من ناصر كانت في زمن الإمام الخميني وقد نصره، كان في زمن السيد الشهيد الصدر وقد نصره، في زمن السيد الصدر الثاني وقد نصره، في زمن هالأواعون وقد نصروه، واحنا حولنا الحسين الى قصص خرافيه فخذلناه، وحولناه الى منامات فقتلناه القتله الحقيقيه.